13 ديسمبر 2020. مع بعضنا حتى الماضي ساعة ونص. وضيفنا اليوم ناجي جلول، الوزير السابق ومؤسس حزب الائتلاف الوطني. باش نحكيو على عودة القضاة للعمل. جمعية القضاة تعلق الإضراب بعد شوية تفاصيل، هذا خبر قبيلة شوية خرج. جمعية القضاة أعلنت على تعليق الإضراب، نقابة القضاة مازالت يمكن ما بين اليوم وغدوة. شاجوا على آخر التصريحات في الزابينج. والبداية مباشرة مع خليل شكيب وطارق، مرحبا بكم الكل. فرحانين ولا متغشين؟ باش نبداو مع خليل. متغشش ماذا بينا نلقاو شيء يفرح. أما اللي صار أمس في القصرين جرس إنذار كبير برشا. شركة السير غاز اللي هي خط إمداد للغاز من تونس نحو إيطاليا، وقع اقتحامها بالقوة من طرف مجموعة من المحتجين. كانت النتيجة أنه الجيش الوطني أطلق النار في الهواء، وكما نعرفوا هذه مرحلة متقدمة شوية في التدرج في استعمال القوة. المسألة وصلت إلى تهديد كبير للمؤسسات اللي قاعدة تخدم، واللي يعني قطع الضخ اللي حبوا يعملوه الشباب متاعنا كان ينجم يؤدي إلى خسائر مالية هائلة للدولة التونسية، وكان ينجم يهرب إيطاليا اللي بدأت تفكر الآن إلى نقل حكاية التزود بالغاز للسوق الروسية. يزم ينتبهوا مليح. يزم ينتبهوا مليح. ليش؟ لأن شباب القصرين المحروم واللي دافعنا عليه مع جملة الشباب اللي خرج أمس في 17 ديسمبر واللي يعاني في فقر مدقع واللي يعاني في أقل حظ في التشغيل، يزمو يفرق بين حاجة. ثم خط أحمر ما بين الاحتجاج وما بين الجريمة. بمعنى الاحتجاج يعامل كما تعامل حرية التعبير بمعايير حرية التعبير ويحترم، والناس الكل تقف معهم، الإعلاميين معهم، حقوق الإنسان معهم، ولكن الجريمة راي تعامل بما يفترضه تطبيق القانون. اليوم وصلنا في بلادنا إلى نسبة متدنية من التأطير المدني والنقابي وغياب الحضور السياسي اللي خلانا نشهد اقتحامات لو تواصلت باش تخلي الأمن العام مهدد. شبابنا يرد باله، شبابنا عنده الحق ولكن ما عندوش الحق يمس الدولة. احنا الدولة ننقدوها، نطلبوها باش تفيق على روحها، ولكن إذا نغرقوها غرقنا نحن الكل. إذا احنا ما خدمناش نجمو نخسروا مواطن شغل موجودة، وهذا مهم جدا. اليوم الجيش الوطني أطلق النار في الهواء، إن شاء الله النار تقعد في الهواء، وإن شاء الله أيضا هي كلنا تفيق على روحها. الأحزاب السياسية إيش قاعدة تعمل، نقابات إيش قاعدة تعمل، مجتمع مدني إيش قاعد يعمل. هذه جهات يجب الإحاطة بها من كل جانب وتشجيع الشباب على الاحتجاج السلمي. الاحتجاج السلمي المنظم داير فما منظم، معناها باش تقول احتجاج سلمي ولا همجية الخيط الفاصل بعيد واضح على الفوضى. الى غير الفوضى تجيب الخراب. البارح صارت فوضى ايضا في سيدي بوزيد بعد احتجاجات، ولكن هذا اللي صار في القصرين هو مرة اخرى محاولة غلق فانا من الفانيت فانا اخرى. هذي حاولوا بشغل قوة. طارق البارح قيل انه 17 ديسمبر وكان لازم باش تصير حاجة هك، ناس كل كانت تستنى. معناها هي نوعا ما ما نحبش نعطيها طابع ايجابي، ولكن هي طريقة من عند الشباب هذي لاحياء 17 ديسمبر على طريقتهم، باش يقولوا راو ما تبدل حتى شيء بعد 10 سنين، هنا مازلنا مضطرين باش نخترقوا ونسكروا، مع العلم انه الطريقة غلطة راو ما يجيش هكا حتى طرف. فما الأسباب العميقة لخيبة الأمل اللي حكينا عليها البارح في الجانب الاقتصادي والاجتماعي. فما ناس شفت 10 سنين مرت بدون إنجاز اقتصادي واجتماعي، وهذا يخلق رد فعل. لكن زادة اللي زاد أجج الوضع هذا يزمنا ديما نذكره هو طريقة التصرف السياسية للحكومة اللي سمحت بالتعامل بطريقة معينة في الكامور والتعامل مع وضعية غلق الفانا في الكامور، وقالت سننقل هذا النموذج إلى بقية الجهات، وهذا ساهم في خلق حالة معناها تأجيج وعدوى بين ظفرين شفناها في جابس شفناها في بعض المناطق الأخرى. وقالك نحن عنا زادة فانا لهنا، فانا هي استراتيجية في العلاقة بين تونس والجزائر، معناتها حاجة من الحاجات الأساسية. وتعرف قبل بنهار صارت مكالمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الجزائري تبون، وتم فيها التركيز على العلاقة الثنائية القوية في وقت اللي المغرب ماشية في اتجاه آخر. يعني الرئاسة التونسية تأكد على العلاقة الاستراتيجية مع الجزائر، ولهنا راهي المسألة مش فقط فانا في القصرين، فما توازنات كاملة في منطقة المغرب العربي وعندها تأثير المسألة هذه. من جهة أخرى فما في القصرين البارح في سبيتلا فما فانا أخرى وقع تسكيرها، ولت البارح يظهر هي فانت الماء
في سبيتلا. المال يمشي سيدي بوزيد ويمشي لصفاقس، ربما مش بأهمية الغاز المال خاتيجيك ما مش بأهمية الغاز لكن إقليميا. لا أنا بالعكس أنا أقول أهم ربما في التقدير السياسي للبعض داخل الدولة أنه مش بأهمية، أنا في رأيي بأهمية زاد الغاز راهو، لأنه الماء كي يتقص ولا يمكن يتقص على أهلينا في سيدي بوزيد وصفاقس مسألة مهمة جدا. المهم مرة أخرى فما عقل سياسي ضعيف في التعامل مع موجة الاحتجاج الاجتماعي. في المقابل كي صارت محاولة البارح للتجمع داخل ساحة باردو، الناس توقفت مش غديكة في باردو فقط ما خلوهاش تدخل، هما مازالوا يفكروا في السنية جايين، فما ناس جاي من المستير مثلا رجعوا في الطريق وقفوهم. يعني البارح غرفة العمليات يا سيدي في الداخلية وخلي نقول ربما كانت تسير أكثر من القصبة أكثر منها، خليني نقول من الداخلية، كان فهم يعني الخوف موجه البرلمان، ربما فما استهداف برلمان والترويكا البرلمانية خايفة والوضع السياسي بالنسبة للمشيشي يستوجب طمأنة الترويكا البرلمانية أكثر من ربما احتجاجات اجتماعية وفانا متعمية في سبيتلا. يعني المقاربة الأمنية متأثرة حبيت نقول بالأولويات السياسية متاع رئاسة الحكومة، وتنشوفوا على كل حتى التطورات هذه مزيد متواصلة على شكيب. طارق أشار إلى تصريحات رئيس الحكومة نوعا ما السياسات بصفة عامة. نحب نرجعك إلى تصريح رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي اللي قال للتوينسة، قال لهم ما تصح الصدقة إلا ما يتززيوا ماليها، مالي الفانيت والماء ودبيبز الغاز وكل كلهم يحبوا على توا امورهم، يقول لك انا علاش نعطي للجهات الاخرى، وحتى لو كان علاقه متميزه جدا معناها في القصرين نعرفوا يموتوا على الجزيره يحبوهم على الاخر خويت مع بعضهم وكل شيء، كيف كيف يحبوا زاد الاهالي نتاعهم في سيدي بوزيد ما يقول لك نسكر انا توا انا مانيش متززي ما نعطيش. شوف انا نلقى عذر لهشام المشيشي، انا ما نلقى حتى عذر الأستاذ راجل غنوش، لأنه يظهر لي موش اليوم هو في الحكم ولا رجله معناه في الركاب كان يحل ويربط من 2011. طالما أنت تحب تخصص الجهات هذه بنسبة معينة من الثروات الموجودة في باطن الأرض متاحهم، كان يفترض راو من مدة كان جاء فالح، راو جاء من البارح، راو من مدة راو تم تقرير الموضوع هذا تشريعيا وتم تقنينه، وأنه هذا تمشي إلى صناديق سيادية جهوية يتم الصرف منها على تشغيل وعلى التنمية وعلى هشام مشيشي يلقى سمحني هشام مشيش على ضعفه وعلى الهواية متاعه وعلى ارتجاله وعلى أنه ما يعبيش وما يملاش اليد وما يملاش العين، أنا معاك والقائمة مفتوحة، لكن يلقى كما قلت لك في جابس 75 قرار اتخذ في مجالس وزارية متعاقبة الفايت جابس امضاءات الدولة التونسية لا سينياتور دو ليتا تونيزيان مش فادر امضاء دولة تونسية مش نلعب وراوة مش فادر كراوة تجي انت ما تنفذهمش تلقى ناس تحتجلك تقول لك تفضل في وجهك هذية شيء انت امضيت عنه اتفاقات والتزامات راك ما وفيتش. وقول الشيخ راجل غنوش راهو شعبة من شعب النفاق، ان واحد يوعد ويخلف واضح. نتمنى حاجة تعرف لو كان منعرفش جهة جماعية تونسية شخصية يعملها أنه يلم تعهدات الدولة الكل صور صور ليه ما مفرتين ما مفرت مستهل انا سيد بلال نحكي لك حاجه سمحت في كل جهه في كل قطاع تعهدات الحكومات خلي كلمه بس ما ننساش تعرف قلت لك راني كبرت في العمر والذاكره ضعفت ناخذ الخاطر وعمي شكيل اسمع لا سيد بلال يحكي لي قال لي وقت مشى للقصبه سيد بلال المستشار الاجتماعي المعروف معنا قال لي كانت مهمه رئيسيه الام متاعه في أنه شو يعمل يجمع كل الاتفاقات اللي فيها زيادات في الأجورة يجمع قال لي حفيت في أني نجمع يا سيدي قلت تهنيت جمعت كل الاتفاقات اللي عندها أثار مالي قلت تهنيت فجأة نلقى وزارة الصحة وعوانة قامت القيامة شبيكم طالبين زيادة شنو روسي عماد حمامي راول تزمنا وأمضانا بزيادات قال يا سيدي نلقى روحي ناسي اتفاق من الاتفاقات بالمليارات على فكرة تداعيات المالية على يظهر لي الحكومات اليوم ما عاش عارفة روحها فيش قاعدة تقعد وتصحح معناها فما تعهدات ونفهم الأعذار اللي التمستها الكل إلا عذر واحد رجل الدولة ساعات يحكي جملة تكون عندها تداعيات خطيرة جدا عند ما جيني تقول أنا سأعمم ما فعلته في الكامور على جميع الجهات راك باش نقل إحساس للعباد أنه القوة تجيب أنه الضغط العالي يجيب أنه تسكير الفان يجيب الطريقة اللي تعالجت بها الكامور
رجعتنا الى سياقات اخرى. احنا نحب ورانا تونس برك ماناش الولايات المتحده التونسيه اللي ولينا عايشين فيها تو السبيت لا تقطع على صفاقس وعندك مشكله مع احتجاجات خليل سنين بالنسبه للغني خليل راك ولد الحفيانه خليل عندك مشكله ما عنديش مشكله دوله تسمح هكاك مع الاساس. اما تحول الاحتجاجات هذه الى ما وصلنا له البارح من تدرج في استعمال القوه اصبحت الناس ماخذه المثال تاع الكامور اللي قالوا سيد رئيس الحكومه وتشتغل على اساسه كيف اللي عمله راجل الغنوشي هو كسكيزوفرينيه ما بين المسؤول السياسي ومسؤول الدوله الاثنين معناتها هو حاجته بالناس المحتجين باش يحشدهم في الانتخابات ولكن في الان نفسه حاجته بين الحزب وبين مسؤوليته على راس المسؤوليه باش 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 يجيو معاه في الانتخابات وما يتحملش مسؤوليته كرجل دوله. خليني نعطي الكلمه لطارق على خاطره متغشش ومتغشش برشا معناها بون كيفك خليل لما حاله ما نحبش نزيد خليه يتغشك تفضل طارق. انا متغشش الحاجه مش بعيده على اللي كان يحكي فيه خليل لكن من زاويه اخرى اللي هي الموضوع نتاع الوظيفه العموميه. موضوع الوظيفه العموميه بمنطق رزق البليك وصل مثلا احد عناوينه معناتها الكاريكاتوريه فيما صرحت به يعني وزيره الوظيفه العموميه في نقاش قانون اساسي حضرت فيه في احد اللجان في البرلمان توا نهار او نهارين التالي قالت فيه اللي في عمليه التدقيق اللي تعملت في الادارات الاداره الوظيفه العموميه لقاو اللي في مدرسه برك لقاو 130 حارس مسجلين على مدرسه يعسوا 130 عساس هم ما يعسوش اكيد انا متاكد حتى واحد ما ينعس عليها المكتب يعني هو المكتب هذايا انا متاكد فينا الماء في الاخر ما فهم حتى كيف وقع امتدادهم ايه فوالا ليه وتلقى في عمليات التدقيق في عمليات التدقيق اش تلقى وهذا في علاقه بقانون الاساسي لعمال الحظائر اش تلقى انه بعض الاخلالات على غرار وجود عمال حظائر يتمتعون في نفس الوقت بجراية التقاعد او مسجل بالصندوق الوطني للتقاعد يعني انت يعني هو عامل حظيره مازال معناتها ماهوش مرسم في الوظيفه وياخذ في الريتريت يعني هنا فوضى عارمه معناها ولهنا المشكلة مش في الناس هذه الناس هذه في وضع اجتماعي صعب وتحتاج معناتها شغل والتشغيل هو اللي قام عليه 17 ديسمبر فينا الماء الرجل حرق روحه وغيرها من التحركات اللي صارت من 17 ديسمبر 14 جانفي اساسر على موضوع التشغيل وفيما بعد مثلا فيهاش حتى شك انه فما حاجة حقيقية وفقر حقيقي وتسيرة. المشكلة في العقل الذي يسير كل هذا. المشكلة وين انك تبدأ في المنوال التنموي متاع ما تخلقش ثروة في القطاع الخاص والطريقة الحل متاعك والمقاربة متاعك لصق هنا واعمل اربط بالتل معناها كيف ما تقول هاو كعمل شوية عمل مؤقت هاو شوية بسنا هاو الف لهنا بسنا والف غادي بسنا وفرقوهم توقفها مازال مطلبها الرئيسي يعني في الاربع معتمديات تاع الوظيفة العمومية. طارق في علاقة باللي تقول فيه توا الوضعية متاع عمال الحظائر نعرفوا وكل حكومة تجي تقول اللي قبل مسؤولين عليها وضعية متشعبة جدا لكن انا في علاقة بالتصريح وشكون من عند شكون جاي التصريح هل الوزير اليوم في حكومة هات نرجعوا للكونسيبسيون جنرال لو كونسيبت جنرال وزير في حكومه يخرج يعطينا ارقام معناها ولا يجيب الارقام ويعطي الحل خاطر هو انا اللي فهمت من عندها هما عملوا عمليه تدقيق قالت لكن بالطبيعه هي اللي باش يعني كي تلقى وضعيه كيف نكيه باش تحل بحث اداري شكون مسؤول عليه وطبعا ما فما حتى شك اذا كان ما تاخذش فيهم اجراء عاد وقتها على الدنيا السلام معناها واضح اللي فما مشكل. انا نحب الحاجه اللي نحب نقول عليها لهنا هي انه المشكل وين في الاساس؟ المشكل انه الدوله راهو كي يقولوا دوله اجتماعيه في تونس في الستينات عادي انها هي تكون قاطره متاع انتداب عادي انها هي اللي تنتدب في الستينات عادي انت حتى تنتدب في السبعينات في الوظيفه العموميه ليه لحظه راح تمشي كمل فاصل لكن في نفس الوقت يقعد القطاع الخاص مكبل كيف نكاي ومكبل لانه يعني منظومه الريع بارك عليه مش مخليه جوستومون دي زونتربرور يطلعوا مازالوا 3500 شركه وباتيندا هما اللي يدفعوا في لي تاكس والاخرين فلسين او معطلين وزاد جات عليهم الكوفيد. منظومه القطاع الخاص هي اللي فيها المشكل هي البلوكي وهي اللي لازمها تتحرر باش ما عادش يولي رزق البليك. الوظيفه العموميه لن تحل مشكله التنميه ولن تحل مشكله التشغيل. مشكله التشغيل يحلها القطاع الخاص وغاديك فما مشكل سيستيميك مش مشكل هكا ظرفي ومتاع حل بالتل وربط بالتل. شكرا طارق. فاصل وراجعين معكم في 90 دقيقة نشوفوا شكيب علاش تراه شكيب متغشش شكيب بعد الفاصل. توا وقت صلاة الظهر في مدينة تونس. إي إف إم
السبعة متاع العشية نحكي وسبور. حرقة جماعية من الشابة إلى إطار احتجاجا على قرار متاع تجميد النشاط. مبرد سبسيل وعليه هذا الكل وفيكنا تمش تحرق ذيك وماشي إيطاليا وقلكم استايبين والمدرب التونسي كفو ونعرف كفو يا أخوان. ماركو سيموني على سبيل المثال غلطة العصر. سبور بلس كل نهار اثنين ثلاثة خميس وجمعة. تحترم صحابك عدتوك وما أدراك عمره ما قال عليه الشاتيري ما لعبنيش في كوب ديمون. كل يوم الحل نلقى هذه سب في هذا وهذا متعارك مع هذا وهذا قال هذا والاخر باش يحرق والاخر قال له نحي الحصانه وريني روحك والاخر قال له ليه كر هنا في الكوره. سبور بلس مع ايمن زروق سمير السليمي حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني. اي اف ام احلى راديو. يسير لابليكاسيون موبيل اللي تسهلك ديبلاسموناتك باحسن سوم اليوم جابت المستمعي اي اف ام اعز فار كماندي تاكسي يجيك وين ما تحب وقت ما تحب في تونس الكبرى وباحسن سوم وزيد كي تكتيفي الكود برومو اي اف ام تتمتع بغوميز بقيمه 40% على سوم الكورسه. مازال كي تستعمل الكود اي اف ام تدخل في القرعه باش تربح ان سمارت فون. يسير رانا لهنا وباحسن سوم في تونس. كيف المره الثانيه تفرح فرحتك تكون اقوى. كيف المرة الثانية تربح تعرف اللي ما نجحتش بالزهر نجحت بالفعل ومش بالكلام. نعم بالفعل ومش بالكلام. وللمرة الثانية أسيغونز زيتونة تكافل الأفضل لخدمة الحرفاء لسنة 2021. ثقتكم فينا هي سر نجاحنا ووقفتنا معكم ديما صحيحة. أسيغونز زيتونة تكافل إلو سيرفيس كليون دو لاني 2021. نحنا في بوش نعرفوا اللي غرامك بالكوجينة يستحق أحسن لدوات. روبو باش تعمل لبن جاتو ولا ميكسور باش تحضر شربتك اللي تحبها بسهولة. بوش تقدم لك أرقى الأجهزة المنزلية لكوجينتك وتعطيك نتائج مثالية بكل راحة. مع بوش في قلب كوجينتك تلقى كل وقتك باش تعديه مع العزيز عليك. بوش دي تكنولوجي بوغ لا في. أحلى ضحكة. شوف عشودي وانت صغير ومازلت مش تعيش برشا حاجات. اذا غشك واحد المره الاولى راه مش انت المشكله هو غشاش. واذا عاود غشك المره الثانيه راه غشاش كبير وما يصلحش وما عادش تخالطه. واذا عاود غشك المره الثالثه انت مدك ودغفه لازم تدفن روحك خير. استنى استنى زيد حشي بيه ما نعرفش. ما تعرفش هذاك هو التونسي يعرف لي وحشتو بيك توا توا اما ما يعرفش علاش. اي خلينا نمشي نخدم على روح. انتم تسمعوا في 90 دقيقه مع خلود. مرحبا رجعنا لكم في 90 دقيقة بعد لا سمعنا خليل متغشش طارق متغشش هكا آخر الأسبوع ثلاثة متغشين. وينك يا سفيان؟ إجينا فرحان هالاثنين بربي سلموا عليه برشا. شكيب متغش متغشش تغشش والعنوان اللي اخترته الغشي والغضبتي والتنرفيستي هو يا عيب الشوم باللبناني. يا عيب الشوم. نحكي هنا على فضل شاكر. خلقول لك حاجة اللي أنا مع مايا دياب. أنا مع مايا دياب في ما قلتش الأخت مايا دياب. سامحني سامحني الرفيقة مايا دياب. الرفيقة قلت أنا تو ما نعرفهاش مايا دياب ما حس فما حاجة غير عادية. أنت تعرف أنت تعرف فضل شاكر ديجا والله ما نعرفوش فضل شاكر ولا نعرف مايا دياب. شنو خليل؟ فنانة لبنانية هكا تعمل هكا تعمل شنوكم اليوم؟ قلت أنا هاني قادرة قلت أنا مع مايا دياب في عدم قبول توبة فضل شاكر الفنية. فضل شاكر اللي انقلب مرة واحدة دفعة واحدة من الرومانسيات والطربيات للجهاديات والتكفيريات. تورط حتى في مقتل عناصر من الجيش اللبناني سلطت عليه أحكام جزائية. وحط الحاج فضل شاكر صوته وخامته وخانته على ذمة الإرهابيين والتكفيريين في لبنان. أخطر شيء يا خليل الأناشيد الجهادية لا تقل خطورة عن الرصاص في التعبئة والتحشيد والشحن. فما دكتور محمد التومي تونسي دكتور تونسي يشتغل في وحدة البحث اللي بشأن الإرهاب سيريس عمل كتيب ظريف رائع جدا عنوانه دور الأناشيد الجهادية في الاستقطاب والتعبئة
شو يقول لك الخصائص الفنية للأناشيد اللي يتسلطن عليها التكفيريين والإرهابيين؟ هي تتحدث عن قعقعة السيوف ووقع النصال على النصال، وفيها عن المظلومية واستعادة المجد القديم والإسلام المضطهد والإسلام الحزين، وإضفاء المشروعية على سردية الجهاد، أناشيد السجون والمعتقلات والمحن، زندليات سلفية وجهادية. خلق لكم حاجة مش تقال أول مرة، دكتورة أمال الجرامي كتبت حاجة عن الأناشيد الدينية والجهادية وتأثيرها، عملت المحاضرة هذية في سيارس. إيش قالت؟ قالت من بعد ما سمعت وسمعت وسمعت وعملت المحاضرة هذية، قصدت بعدها أخصائي نفسي للتخلص والتحرر من الأثار النفسية للأناشيد. سي الحاج فضل شاكر في آخر حواراته يقول لنا إن الموسيقى حرام، يا عيب الشوم يتقال الموسيقى حرام في حضارة إسلامية تبنات على كتاب الأغاني، وفيها زرياب وفيها التطبيب بالتطريب وفيها العود العربي وفيها من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوطاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج. يتذكر عائلات شهداء من الجيش اللبناني والجرحى والفقد اللي صار. أنا تقديري بينه وبين روحه يبدل ويغير الموجة. أنا هذا واضح يا بعد ما عمل لك الإرهاب الكل وكذا حب يرجع يحط الحطة ويغني. هاي الأغنية ذي عندها شهر قل المخرج توا أمينوس والقضاء اللبناني خذا مساره. أنا رفض رأوا أنه يسلم روحه بالمناسبة لحد الساعة ما هو شيء نتعامل معها كسيدي. المشكلة أنه كان ينقل من الغنيات العاطفية وأنت وتذويب قلوب العذارة للمدائح والأذكار، مثل ما حتى شكل برشا نقلوا الراجل طول مشى يقتل في الشارع. يعني كنت تسمع فيه كيفاش يحكي على الحب وكذا، شفته مرة في التلفزة كأنه خارج من تحت الأرض شيخ كهفان السلام عليكم قلم روحوا لآخر الشارع عندكم اثنين فتسانين قتل زوز وشيخ وناسب. كيفاش الفني خرج كيما هكا؟ الور الخدمه نتاع الجماعات الارهابيه ايضا على المشاهير راهو ثم خدمه كبيره قاعده تصير. ما يخدموش فقط على الشباب الياس وكذا، يخدم لك على المشاهير ويرتب اموره. وخرجوا فضل شاكر كعنوان طائفي يا خليل، كعنوان مش موجه للجيش اللبناني فقط، للمقاومه اللبنانيه اللي قام به كان ضد المقاومه اللبنانيه. انا علاش قلت لك الاناشيد هذه الدينيه والاهازيج هذه التكفيريه عندها وقع كبير؟ تعرف الاخوان استقطاب كبير للاخوان في اوقات معينه، مش كون مش بافكار ومحاضرات وغيره، ابو راتب ابو الجود كان يحكي لي انا شكون قاعد يشتغل على موضوع الارهابيين، لقى في الشباب والارهابي التونسي الناس العائدين اللي تم المحاورات نتاعهم، لقى انه اكثر شريط اثر فيهم وحولهم الى انقلابيين شريط جحيم الروس. هذا شريط معروف اللي فيه سيره الخطاب وكيف، بمعنى الشريط هذا الكل اللي تسأله قل لك سيتي ان باساج اوبليجي تعداو منه باش الناس هذه ساهمت في تحويله من الارهابيه. كلها امور مبنيه على التخويف والخوف. في المانيا يحكيوا فما عمليه ارهابيه صارت، جاءوا بعد في التدقيقات اكتشفوا انه شخص كان حاط سماعات ويسمع لاهازيج تكفيريه قبل العمليه الارهابيه. يخوف في روحه. شو انا جست فقدت الموضوع نتاع يلزم يتعاقب فماش حتى شك انه يتعمل القضيه وكذا، لكن حكيت انه تراجع ما نعرفش انا شنو الوضعيه نتاعو، هل تراجع هل عمل مراجعات؟ انا ما يلزمش عاقبته على المراجعات. انا مش مع الكلام اللي قاله توا شكيب، اذا كان تراجع وعمل مراجعات صريحه وعلنيه يلزم يتقايب به. أنا وكاعد يعمل مراجعات جيدة ذيك حاجة لازم التأكيد عليها، لكن لازم يتعاقب زاد. مش عدد مش معناتها أنت ما فهمت شاكيب وما يدي بالزوز ما بعضهم قالوا له ما نقبلوش مراجعات. مش ما يلكسوري غالط لأنه تعرف أكبر ضربة للفكر الإرهابي يقعد يراجع البعض أكبر سنة أكبر ضربة للفكر الإرهابي أكبر ضربة للفكر الإرهابي هو تفكيكه من الداخل ونطلعوا ناس
الرموز اللي حبوا يخدموا بها لاستقطاب الناس الاخرى المشاهير. المشاهير هذوكم كيتحولوا هما يقولك نحن غلطنا ومش هذاك اللي لازم يتعمل، هذاك جيد، لكن في نفس الوقت في نفس الوقت بالنسبه للموضوع الاناشيد راهو مش فقط انا، راهو النقله النوعيه خطاب قديم، هذاك النقله النوعيه صارت مع داعش لدرجه انه نسيب ابو بكر البغدادي اسمه خلاد، هو من الجزيره العربيه، هم يقولوا جزراوي، هو كان المنشد نتاع تنظيم الدوله وكان من اهم الشخصيات لدرجه انه ولا نسيبه، ما انت باش تفهم يعني، هو العدناني اللي كان الناطق الرسمي كانوا في نفس المرتبه، منشد الدوله بنفس المغني اهميه بنفس، او عنده اشرطه معروفه، عنده 6 اشرطه مشهوره، يعني يوريك اهميه الجانب هذايا معناتها في الهدامه. حكيت انه عمل المراجعات، لا بالعكس يلزم جيد عمل المراجعات، اما يطلع يحكيها يقولها علاش عمل مراجعات، علاش تراجع، عمل كذا ويعتذر، خاصة أما في نفس الوقت يعتمدوها للدراسات، في نفس الوقت يتعاقب إذا كان عمل جرائم طبعا يتعاقب، يعتمدوها للدراسات باش يشوفوا لي كا هذوما كيفاش وكاهو، معناها أنا موافقتك في هذايا، ما سينو يتعاقب للأسف، خسرنا صوته طلع إرهابي، أنا ما نعرفوش الصوت. يلا لو زابينغ مع أحلام العبدلي. وأخيرا انفراج في أزمة إضراب القضاة، خلينا نقول جمعية القضاة هي اللي أعلنت على تعليق الإضراب، نسمع رئيس جمعية القضاة أنس الحميدي. اليوم هو آخر أيام هذا الإضراب المتواصل اللي بديناه من 16 نوفمبر ورفعنا فيه مجموعة من الطلبات ومجموعة من الشعارات اللي ما تهمش كان حقوق القضاة، هم حق الدولة التونسية في عدالة فاعلة، عدالة ناجزة، عدالة تطبق القانون على الجميع، الاتفاق اللي يحصل مع الحكومة واللي احنا تويك كنا في قصر الحكومة وأمضينا على البنود متاعو. هذه هي جدا بالنسبة للمتقاضين أن جمعية القضاة تعلق الإضراب، لكن نحب نرجع للحيثيات والأسباب والخبيب لذوكم الكل. جمعية القضاة عندما تضامنت مع نقابة القضاة حسنا اللي فما باكيج، معناها فما مطالب معينة تضامنوا حولها وحدة كاملة، ووقتها قالوا أنه طالما لم يقع الاستجابة لهذه المطالب اللي هي أغلبها مادية في علاقة بوضعية القضاة والمرفق القضائي ما همش باش يتراجعوا. اليوم راهو جمعية القضاة ترجع أكيد لمصلحة المتقاضي، لكن فما برشا نقاط استفهام، خاصة وأنه صار مثلا نشوفوا شنو آخر الأحداث في علاقة بالقضاء، صار تجميد عضوية طيب راشد في المجلس على القضاء مثلا، هل يمكن أن يكون لهذا علاقة برجوع جمعية القضاة للعمل؟ هو البارح نحكينا عليها الحكاية هذه، وأنا من الحاجات البارح اللي ما قلتهاش لكن مناسبة نقولوها اليوم، اللي التصويت كي صار هو فما 45 يظل عضو في المجلس على القضاء، اللي حضروا في الجلسة بتاع الطيب رشد 43، 29 صوتوا مع التجميد و14 صوتوا ضد التجميد. باش تفهم اللي فينالمون حاجات بازيك وإفيدانت في علاقة بالطيب رشد تلقى 14 يقولك ليه ما يستحقش الموضوع التجميد. فما صراع داخل القضاة وبالتأكيد الجمعية في شيرة والنقابة في شيرة، ما فما حتى شك، لكن أنا نحب نثمن القرار هذا. علاش؟ خاطر راهو أنت تحط سقف، نجم تعلي السقف وتقول ضرب مفتوح، لكن في النهاية تفهم المسألة ماهيش باش تأدي بيك حتى شيء في المقابل ضرب مصداقية المرفق القضائي. أنا البارح قريت بيان نتاع الكتاب من شيرة أخرى نتاع الحطاب نتاع الكاتب العام نتاع، قال لك لن يحدث عفو رئاسي ما دام الكتاب معناتها ما راهو في إضراب. يعني شوف وصلنا الوضعية نتاع التشليك في جميع الاتجاهات، وبالتالي يلزم هذا يوقف، وانا نعتبر الموقف اللي عملوه موقف مسؤول، وان شاء الله النقابه ما تعتبرش هذا في اطار مماحكات، وانه تمشي في نفس التوجه ويزيد خريطه الطريق لتفعيل مطالب القضاة بدون تعريض المرفق القضائي في حد ذاته وجوده للتشليك وللضرب. خليل ما نعاودش كلام طارق، اما هذه ثم اشكال قاعد يظهر اليوم. صحيح عودة المرفق القضائي في صالح الناس كله، المرفق القضائي من المرافق المطالب منها أن تخدم وتحتج وما توقفش الخدمة لأنه صالح الناس، لكن يبدو أن الموضوع الطيب راشد باش يكون عنده تداعيات على وحدة الصف القضائي بصفة عامة. علاش هو عندنا مشكلة في تونس طارق؟ كنت أمس كنت باش نتفاعل معك فيها، الوقت ما كفاش. عندنا مشكلة في تونس وقت اللي عملية المحاسبة اللي هي حاجة قانونية واللي هي حاجة تفيد الناس واللي هي حاجة ضد الفساد نعملوها بطريقة ليشونتيون، بمعنى اني كي نجي في رجال الاعمال ريتو اللي عملوا الكل قبل 14 جانفي نشدوا حيد مثلا خالد القبي صارت له كذا جيلان الدبوسي الى اخره، نشد واحد برك ايشونتيون، ليشونتيون هذاك عوض نقاوم به الفساد نوقف به مسار المقاومه تحت عنوان
معناتها مقاومه الفساد. ثم في هيكل القضاة شكون يقول لك ايضا البشير العكرم الذي ذكر اسمه في كل الملفات المقبوره والمدفونه ايضا يلزم يخضع للتتبع الجزائي ويلزم يخضع للاجراءات العقابيه المنصوص عليه. يعني موضوع استقلاليه القضاء اليوم وموضوع القضايا الدفينه مش ياثر على وحده الصف القضائي، ما عادش باش يتحرك كقطاع، مش يتحرك كوجهات نظر ما بين النقابه والجمعيه. سامحني طارق، سامحني، فما وحده صف، فما وحده صف، هذا هو بالضبط. هل هي موجوده؟ انت حطيت صبعك في المكان اللي يلزم وعلى الجرح وعلى تحب، لانه هذه المشكله الكبيره. نحن نحكيو على فانه القضاء، ولكن فانه القضاء اليوم فيها جمعيه، فيها نقابة، ثم يسعى القضاء، فما كتب زاد، بمعنى أنه الإعلان هذا على أهميته ومنش عارف أنا طوى حيثيات الاتفاق وكذا، وأنه إعلان أنه العودة وكذا، هل أنه ذا بشحل فانة القضاء ولا فما قضاة نجم يخدموا من غير كتبة؟ وهذه المشكلة في إدارة الاحتجاج وإدارة المطالب، كانت إدارة سيئة جدا، بمعنى أنه كان يفترض تحت سقف واحد ومظلة واحدة، مبريلا واحدة، تجمع ما يسعى القضاء، جمعية، نقاب، وكذلك الكتبة. ما نزمش نستوطوا حيط الكتبة، نستعاني وفي ضيق، ورئيس جمهورية تسمى سما كان القضاة ومطالبهم ونساء وكسر العين في الكتبة. ذاك علاش الكتبة جاوبوه بتلك الإجابة. تعرف الكاتب هو الماكينة زاد، هو اللي جر قاعد، هو النورمال مول، اللي ما يعرفش بالقديم على اللي رام البرة يتوقع أنه القضاة هما اللي يلزمهم يقفوا مع الكتبة، خاطر هما كتبة القضاة في الأخ. تميع، وهذا مهم. أولا للجو للمناخ العام القضائي اللي بالضبط يفترض أنه يبدأ قلبه يرق لمطالب، وكان لازم يقول نسبق مطالب الكتبة عن مطالبي أنا، باش سمحني باش دولاب القضاء يدور، بمعنى أنه ما انطلقناش من مطلبية تلقى فيها صف واحد كما أنت قلتي، وهذا مهم جدا كلمة صف واحد والكلمة السواء القضائي، اللي هي فيها محامين وعدول منافذين وعدول الشهاد، فيها قضاة وفيها كتبة المحاكم، هذا كل كان يفترض الناس هذه كلمة واحدة عنده تنسيقية. علاش لا ناس اللي نحن نلومه على الكامور اللي وصلوا عملوا التنسيقيه تجمع كل الناس مرافقه من الاتحاد وكذا وغيره، علاش قلت لك انا تنسيقيتهم من الذهب؟ ما نلقاوش هذا عند القضاة. اليوم شنو نعمل؟ الجمعيه رجعت، النقابه ما ترجعش، الكتبه ما ترجعش، كيف تحل فانه القضاء؟ وعلى فكره صارت كوارث بدرجه امن قومي من تسكير فانه القضاء. شنو قلت لنا في ملف بشير العكرمي يا طارق؟ اللي التحقيق موجود بار كونتر الحاجه اللي ماهوش عليها حديث، اللي وقتها تعطت لهم في علاقة بزوز دوسيات تعطت لهم 15 يوم، يعني أنه التفقدية يظهر لي عنده 15 يوم باش تقدم شنو توصلت ليه في علاقة بزوز، عملوا لهم أجل. أنا إلى حد الآن مازال ما عنديش معطيات حول الزوز ملفات طيب رشت والبشير العكرمي وين وصلوا فيهم. إذا كان فما تجميد للطيب رشت من المفروض اللي يعني ملف اللي تقدمت فيه التفقدية وصلت لي، فما قراءة جدية اللي تخليهم يعملوا التجميد. لكن شنو هي وضعية البشير العكرمي؟ صحيح البشير العكرمي ماهوش عضو في المجلس القضاء، لكن من باب الشفافية يقول لنا مجلس القضاء كيف ما قال عندهم 15 يوم يقول لنا وين وصلوا زوز دوسيات. ميرسي بوكو على الملاحظة، خاطر يظل عنا الكلنا لبس في ما يمكن المجلس الأعلى القضاء أن يقوم به وما هي وظائفه ومهامه وهكا ولا لا. برشا يستنيو في المجلس الأعلى القضاء أنه يعمل تحقيق وينشر، مش هو المعني لا يحقق، وكان ما تطلبش منه حاجة ما يعملهش. قلنا شكيب، لا أنا حاب أقول حاجة أمان حاجتين على السريع. لولا يوسف بوزاخر أنا قلت يمكن هذه المرة العاشرة شخص أعرفه جيدا وأنا أتحمل كل المسؤولية وماهيش مجازف في أن أشهد لفائدة الرجل هذاك اللي على ذمته وعلى نظافته وعلى استقامة متاعه ومحبته القضاء يعدل بين الناس في وجهها ومجلسها وقضائه. صحيح يقول لي يوسف بوزاخر القاضي الفاضل أنه لا نحن ما نحقوش، صحيح، ولكن ينسى يوسف بوزاخر حاجة، أنه اللي يسمي المتفقد العام هو المجلس الأعلى للقضاء، هو اللي يسميه. بمعنى كتحب واحد ماسك وبشوكته ويفتح كل الملفات وبقلبه وما يخافش وما يوخرش، أنت سمي الشخص المناسب وخليه يحقق كما يحب. واضح جدا. يلا حلو ما نواصله. لا سعدك شو الكتب عام لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدة التدخل، وجه البارح رسالة خلال الاجتماع لكافة الأمنين اللي كانوا حاضرين النظراء متاعه، قال فيها أنه تونس تعيش تهديدات عالية والوضع المدهور اللي وصلت له البلاد كان بتخطيط. نسمه لسعدك شو اليوم درجة الخطورة التهديدات على بلادنا عالية، لأنه تحب ولا تكره الوضع اللي مروا به بشكل اجتماعي وضع متدهور، والوضع المتدهور وصلنا له ماهوش بإرادتنا وإنما بتخطيط. كنقول الكلام هذا أعيد ما أقول. اليوم كقوات حامل السلاح وتحديدا أبناء وزارة الداخلية أبناء المؤسسة الأمنية، اليوم عندنا نداء واجب،
لأن القضية قضية وطن، والقضية قضية سيادة، وقضية دولة وتمسك. أحلام النقابة هذه كي خرجت عملت الكونفيرانس، وهبش نكملوا نسمعوا من بعد التصريح الآخر، بأي مناسبة وشكونهم وقتاش وكيفاش، على خطر التصريحات مهمة جدا. هيت نكملوا نسمعوا ليكس خيلي بعد. قال زيدة لسعد لكشو أنه اللي صار على البلاد هي مؤامرة بدأت من عام 2004 و2005، وخطر التقسيم يتهدد تونس. اللي صار على البلاد 10 سنين هذا، واللي ما حبش حتى حد يحكي فيه أو يقيموا بمجرد التقييم، هي المؤامرة تحقت، والتاريخ بتاعها ما بداش في 2010، بدأ من 2005 من 2004. ولكن مش نجم تفهم، لازم تخرج بالتاريخ شوية وتجمع الموضوعات، وهذا اللي قاعدين نعمل في الفترة هذه مش الناس تبدوائي. نشاط جمعيات مشبوه، تمويلات ولجنة التحاليل المالية في سبات عميق، تمويلات أجنبية تدخل البلاد والهدف منها هو خلق مناخ للإرباك، وهلما جرب من الممارسات اللي قاعد تقع معناها في حق هذه البلاد. كل المؤشرات في الفترة الأخيرة، كل حتى حركات في الفترة الأخيرة تشير إلى نية بعض الأطراف أو العديد من الأطراف إلى تقسيم تونس. نية العديد من الأطراف لتقسيم تونس، هذا اللي كنا نسمع فيه ويتحدث باسم نقابة أمنية. خليل، نقابة أمنية، ما أنا سمعت التصريح كاملا وعندي عديد نقاط الاستفهام. نقابة أمنية معناها تعنى بشؤون الأمنيين، تحسين مناخاتهم الاجتماعية بارك الله فيها، أما اللي تطرح في الحقيقة هو ثم حاجة اللي هي الربط ما بين الوضع اللي كان عليه الأمن والقوات الحاملة السلاح في 2011 وما بين الوضع اللي هم عليه اليوم، وثم دعوة للاستعداد والتوحد نعرفها أنا في إطار التصور الأمني تكون دعوة تنفيذية يعني من هيكلهم العليا من قيادات الأمنية، ما هيش من النقابات، أنه الدعوة اليوم القوات الحاملة للسلاح تتوحد في وجه مخطط لتقسيم تونس ويحكي على أنه اللي قاعد يقع من اقتحامات ومن تواجه ما بين الأمن والتنسيقيات وغيره تقف وراه تمويلات أجنبية مشبوهة. وعادة وقت اللي نحكيه على الحواج كيما هكا تعرف شو معناتها، تجي تقول لي تمويلات مشبوهة، اخي دوري انا كمواطن نطلع شكون يمول فيهم. انت اذا كان انت جهاز امني وعندك الاستخبارات وعندك كل المعلومات، ما قول لنا بقت الجهات هذه خلينا نحلوا المشكلة. والمشكلة يبدو انه اليوم ثم استنفارات معينة داخل الهياكل هذه تاع الرجل اللي يدعو الى تحالف الحرس والامن والقوات الحامله للسلاح في وجه خطر دام، وان الايام القادمه المؤسسه هذه معرضه لعديد التحديات، وان حمايه الوطن باش تاخذ هي قرار فيما يستوجبه الامر في حمايه الوطن. الور انا نحب نفهم تو المسائل هذه او القرارات الامنيه الكبرى تتخذ في النقابات وألا في الهياكل القيادية للقوات الحاملة للسلاح. احنا سمعنا مقتطف من 15 دقيقة ولا أكثر، 17 مينوت جو بانس الكونفرنس، معناها الكل احنا الكلام اللي تقال خطير بمعنى الخطورة والأهمية الزوز مع بعضهم. لكن نحبوا نسمعوا بتركيز الكلام هذا يا طارق، نجموا ننزلوه منزلة أليخت، معناها هذا جاي سيد يقول اليوم الوحدة الأمنية الكل لازمها تتلم، هاني خرجت وحكيت لكم وقلت لكم معطيات لي عنا راهو فما خطر داهم، وسطر لي على كلمة خطر داهم بيان سور. أنا سمعته البارح ثلاثة مرات، عودت سمعته الجملة الكلمة المفتاح في الواحد نارش تعديت ولا نحن سنصبح أصل القرار، عودها مرتين ولا ثلاثة. أنا بالنسبة لي هذا خطير في حد ذاته، انت كنقابه ماكش اصل القرار. خلينا نبدا واضحين فلا. نحن بالنسبه للقوات الحامله للسلاح قوات الامن معاها في السراء والضراء، وهي قاعده تقاوم في الارهاب، وهي في مواجهه العمليات الامنيه، وهي في مواجهه ايضا الاحتجاجات الاجتماعيه، وعليها ضغط كبير خاصه كي ما يبداش وضوح على مستوى العقل السياسي في القصبه. اما تقول لي انت اصل القرار، سامحني سي لسعد، شو معناتها اصل القرار؟ يعني في الليشيلون ادمينستراتيف متاعك شكون اصل القرار؟ اصل القرار رئيس الحكومه، وزير الداخليه، رئيس الجمهوريه فوقهم بالمعنى الامن القومي، ماكش انت اصل القرار. ما انت قال ولن نتلقى الجمله الاخرى المفتاح، ولن نخضع لاي جهه نافذه في الحكم او الى اي تعليمات سياسيه. شنو تقصد بالتعليمات السياسيه؟ هل أنه القيادات في الدوله، القيادات العليا في الدوله، رئيس الجمهوريه، رئيس الحكومه، وزير الداخليه، هل هي قيادات سياسية، قيادات في الدولة هذيك، وهي هذيك الناس اللي تحكم؟
عاد كان نوليو فوضى كان نوليو نحن مشكلة عنا ونددنا بالصراع والاحتراب العشائري نددنا بالفوضى اللي يمشي قايل يحك راسه ويمشي يعمل حاجة لكن في نفس الوقت هذا معاه أنه زاد انضباط قوات الحملة للسلاح قوات الأمن بين الرات تصريح متاعه وخديته على حسن نية روا خديته ربما لأنه فما ضغط في الشارع هو كان يحكي هو كان يحكي مع القواعد لا مش فقط على القواعد الأمنية هو لا هو في الاجتماع نحكي لكم حابين نحطوا الأمور في إطارها وليس فقط ليس في إطارها ليس ميساج بوليتيك هو حتى في النص اللي موافق للفيديو قريته لجميع الأسلاك حتى اللي ما همش منظوريه هو القوات هو نقابة قوات التدخل وجهها حتى للحرس وجهها للأمن العمومي وجهها لجميع قوات الخاضعة لوزارة الداخلية جميع الأسلاك لباس أنا معاه وبتزلت لحد اللحظة نتعامل معه على أساس حسن النية يلزم يفسر لنا شنو معناها نحن أصل القرار وشنو معناها لن نخضع لأي جهات سياسية هل هذا يعني لو يخضع لقيادة الدولة أم لا طارق سامحني باش نعطي الكلمة للشكيب صارت في وقت من الأوقات بعد الثورة رينا القوات الأمنية بين ظفرين خذت موقف خذت مبادرة اللي هو وقتها ما هوش يتناسب مع القرارات السياسية ذكروا بالقدام مؤتمر أنصار الشريعة شكيب مثلا صحيح ولا لا اليوم يمكن الخطورة في أنه نشير إلى مثل هذه المراحل وقتها مرحلة اختراطة ومرحلة اختراطة زين شو رأيك؟ لا أنا الحديث على النقابة هذا يحديث عن التقسيم وأنه فما مخططات على مؤامرات على تدخلات أجنبي مانيش عارف وين سمعتوا الحديث هذا أيواش مش أول وين طارق سامعوا خلي طارق يجاوب لا هو أربط بسهم اللي عاملوا مع القصر غالط يا سنة ما تنفسرها هو غالط ما يتنفسرها ما قلت لذا احتمالات طلعها طارق لا معروف طبعا شكيب يقول لك معناها واضح من مش كاني ترجمة نحن جبنا على قيس سعيد من اللي بدينا عنا في الزب ما عنيش في الزبين شوف شو جبدوا عليه قيس سعيد شوف لازم هو ذكروا في كلمة مش كان قيس سعيد قال الكلمة دي كجي رئيس جمهورية تقول في أكثر من مرة في أكثر من خطب وأكثر من خرجة وراو مؤامرات وراو نعرفهم وراو غرف مغرقة وراو تدخلات أجنبية وراو خونة وراو بشلوم على نقابي أنه يتحدث بالمنطقة إذا كنت تقول له مني ليك معلومات ينجم رو معتيك شمع معلومات مني قولك تبعوا خطب الرئيس تتلقاه اللي قلته أنا والحديث على أنا نحب نسطر على الخطر الدات أنا سطرت عليها هنا لحكيت سطر معايا اللي أنا خوفي مع الفصل 80 اللي فيه الخطر الداهم وأنه نخلق أجواء من الفوضى والفلتان باش نضغطوا على رئيس الجمهورية حتى يتهور ويسقط سقطة الفصل 80 في دستور تونس فاصل وراجعين معكم كملوا زابينج تونس 3000 سنة حضارة هي حلم حلم برشة تونسة حاسين أن المشهد السمعي والبصري في تونس ما يعطي حتى أهمية للتاريخ تاريخنا أحنا تاريخ تونس تاريخ الإنسانية تونس 3000 سنة حضارة من الاثنين للجمعة ماضي ساعتين ونص مع الدكتور محمد حسين فنتر على إيفام أحلى غاديو في ام جي من 17 و 31 ديسمبر كافيتير بريستيجير سيتاس ب 34 دينار و 990 مليم في عوض 44 دينار و 990 مليم ولو فخيدي متوفرة زيتا في باتام ام جي عاس حاجة عندك كل يوم في 90 دقيقة مثيل للجمعة مع خلود مبروك على اي اف ام احلى غاديو كنا نحكيه في زابينج على تصريحات النقابة أمنية وقت تقول احنا رانا فيقين ونسمعوا فهمين اللي فما خطر وراو يمكن باش نتصرفوا هاو لخصت لكم شو دونك فما ما بين اللي يقول خليل مثلا يرى انه هذا يمكن انه يكون صحيح بالطبيعة مش الأمن انه يتدخل يمكن صحيح وطارق يقول لا هذا خاطئ لا انا اللي بخوفني هو انه الحديث فيه استشعار ضعف الدولة وفي استقواله تعرف شو معناها احنا ناخذ القرار في بلاصة الدولة معناها ما عادش فما دولة اثنين هالنقابات الأمنية مشكلتنا ان زادة ما عرفناهاش عندنا 10 سنين شنو تعريفها النقابات الأمنية راهو نقابة تدافع على منظوريك في الجانب الاجتماعي القرار الأمني ديما بيد السلطات العليا هذه لازم تفهموا الناس كل
لا ما ما مثلا نقابات الامنيه في فرنسا عملت شيء مثلا وقت اللي ماكرون اسا لهم وما قالش على على خلفيه القانون وتدخلات المغرب تعرفش قالوا قرروا انه ما عادش يراقبوا هويات الناس اللي عايشين في فرنسا خذوا القرار هذا الا ما بعد تدخل ويبدو معتذر ماكرون كذا باش تراجعوا معنا فما قرارات هذا دوسي اخر هذا دوسي اخر نتاع التعريف والمفهوم والوظائف والمهام دوسي اخر احلام نكملوا زابينك ابعدوا على دعوات الحوارات حمل همامي البارح ضيفنا في 90 دقيقه نسمعوه انا الحقيقه نحب ان نقول للقوى النقابيه اتحاد عام تونسي الشغل حتى حركه الشعب راهو التيار الديمقراطي الموجودين في البرلمان كنت الديمقراطيه الفعاليات النسائيه الشبابيه نحب نقول لهم حاجه ابعدوا على هكايه الحوارات هذه الدعوات نتاع الحوارات اليوم خي تو حسب رايك انت الحوار نتاع اتحاد الشغل انا سمعتكم تحكوا بقيله خي مش ينجح علاش ما يصعد محشوش بيه ورشد غنوشي محشوش بيه والحكومه ما حشهاش بيه حتمش بحوارات اخي مش يتفقوا على حوار في مقامة فساد باش يقاوموا رواحهم الاتحاد لا 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 نحكي لك لا معناها القوى السياسية توجه لها الاتحاد خيما خل أغلبية البرلمان باش يقاوموا العنف باش يقاوموا الفساد بعد لكمل الحوار من بحذينا حمل همامي مشى بحذا الأمين العام للاتحاد نورجين طبوبي التقى به والطبوبي سلم نسخة من الحوار ليه هو حمل همامي راهو خاطر نسمع فيك توتوت انت طارق وقت يتعدى الاكستري ما قالش الاتحاد ما يحبش ينجح الحوار قال رئيس الجمهورية وراش الغنوشي ليه هو عاود الكلام اللي قلناه نحن البارح هو راهو بيدو قال سمعتكم لا لا هو عاود الكلام هو عاود الكلام اللي قلناه البارح بمعنى شنو بمعنى ما فماش شروط موضوع الحوار يستوجب عدد من الأطراف ما فماش شروط موضوعية هو ستان كوستا لكن أنا البارح سمعت الحوار كل ما يزمني من الجمش ما نقولش حاجة أساسية اللي مرة أخرى أنا كين حمل همامي كان ياخذ مسافة طب مثلا محمد عبو تختلف تتفق معاه تترى خذ مسافة من التحزب ولا هو يحكي أنا محمد عبو خذ تجربة هاو عندي رأي حما جاء الوقت انه حزب العمال راهو ينجم يكون ينجم تتخلق منه حاجه اخرى ينجم يمشي في اتجاه حما الهمامي يكون عنده وقع اكثر واقوى كان ياخذ مسافه يقول انا بعد هالتجربه دي وبعد كذا وبعد غلطي وبعد نقصاتي هاو راي في الوضع الحالي يكون اثر نفسه واقوى اما حما الهمامي اقل راديكاليه وانارشيه من محمد عبو لانه حما الهمامي ما قالش الجيش يهبط وحط شخصيه سياسيه تحت الاقامه الجبريه قال الناس تخرج مدنية الاخر عسكرة هو مدنة خليل نحاول معناها باش نحكي بمنطق الواقعية السياسية وقت سي حمد تقول لنا يلزم الحوارات انت اشتالب تو كيف حزب يبدأ متقدم ميدانيا ويقول الحوار لا مثلا عبير موسي تقول لك راه الحوار هو خرق القواعد التنافس السياسي انا ماشي تثنيتي في الطويل علاش نتحاور مع الناس وناخذ التزامات وقتها باش نربح وقت اللي النهضه تقول الجانب السياسي بعده هي تحب تحافظ على موقعها في السلطه سي حما شنو هو التنافس ما تمش الحوار حب النجات للاسلاميين والاخوانجي هذا استنى استنى لا مش هذا مش تنافس سياسي حما كيما تحب يسرع عقل انت الحكايه وضخمتها نحب نعقل معناتها عبير ماكيش هكا في السياسه اقل درجه صفر عبير قتلك انا حاب النجات الاسلامي لا الفكر تنافس سياسي خلي خلي ضخم في السياسه لا ضخمتها في السياسه كل واحد يتحمل مسؤوليته سي حما قلت حوارات لا شنو طرح طرح معناها المؤسسات هذه نبدلوها طرح نقعد السنه ال 24 وتعاود تكون حزب العمال من جديد وتدخله في السباق طرح انه بعد ما وفات شرعيه الدم نتاع شكري بلعيد اللي جابت لك 15 بقعه تو اصبحت بصفر مكان شنو باش تعمل لك القواعد اليسار الكبيره باش ترجع في الكورسه اما تقول لي بطلوا لوح عليكم من الحوارات بخلاف الحوارات شو عندنا نعمل لا هو طارح هو طارح عمل هو عمل ندوه صحفيه فيها هو وفيها حتى عبيد البريكي وفيها قيادات اخرى من ما تبقى من اليسار الراديكالي وما فيهاش الوطن الدار قال فيها يلزم نهبطوا للشارع ويلزم نضغطوا لاسقاط كل منظومه الحكم كل منظومه الحكم وهذايا انا في رايي مره اخرى هو يعبر على المأزق الاداه وهذا نرجع لشنو انت بعد التجربه هذه الكل المعقده والثريه والضخمه من السبعينات وانت جاي ما تاخذش مسافه وتعمل نظره تقييميه معمقه للي صار الكل وتقول لي لا نوافقك العاده ومنظومه الحكم انت ملاحظتك حول مسيره حما الهمامي تراه انه يواصل كشخصيه سياسيه معني كما نقولوا احنا نستنفعوا بالاكسبرتيز نتاعو دون لو موند بوليتيك ويخلي العمل
الحزبي بما فيها تعرف شنو الاكسبرتيز خلود، بما فيها تقييم ومراجعته ونقد ذاتي، ولكن في علاقه بالمبادره نتاعو شكيب تو. انت تنقد طارق في المبادره، عماذا تختلف عن مبادره مثلا الكتله الديمقراطيه؟ الكلهم يحبوا يهبطوا للشارع ويطيحوا البرلمان مثلا. هو تعرف وين قلت له البارح، قلت له انت ما تراش روحك في حتى مبادره موجوده الان. هو تو سامبلومون يرى انه شفت هالمنظومه الحكم هذه كل هذه سقطت سياسيا، وبالتالي يجب الذهاب للشارع لتسقط بقوة الشارع بالمظاهرات يقع الضغط من أجل أنا ما قلت لكش علاش ليه مستر احتجاجات. أنا ما قلت لكش علاش ليه. أنا في رأيي هو في وضع اللي يستوجب يوخر تالي ويشوف ساعة علاش هو ما خرج من البرلمان. هو يقول لك البرلمان ساقط ومع هك كنت فيه هك هل خرجت انت علاش خرجت خرجوك بالسيف ما قعدت خلف الانتخابات. انا مش اختلف مع حمى في حاجة انه الناس ما تحبش الحوار، راه ماشي شرط باش نبطلوا الحوار انه الناس ما تحبش. بلاكش في 2013 ناس كانت راغبه في الحوار وجنحوا للسلم وركنوا للحوار بشكل عفوي، لا كانت فما ناس ما عيناش النهضه وقتها ما عيناش، ولكن فما ضغط يعرف كيش صنايعي الاتحاد راه في الضغط وانه يجيب الناس كل سيدي يجرجر ولا يجر الناس كل لطاوله الحوار نلقاو تفاهمات تخدم البلاد هذه. هذا حبيت نقوله للحمل الهمامي. خليل نختموا معك. تختم معي أنا نقول الحمل الهمامي فقدت السفينة متاع القوش غرقت ويزمها ناس أخرين تقودها. شكون مثلا؟ ناس أخرين الكوادر اللي اشترها الترد من البوكت واشترها الترد من الوطن. شكون يقترح؟ شكون تقترح؟ أنا ما عادش فهم حد وريث انقطع النسل اليسار في البلاد يا رسول الله. يسار لحظة كمل عاد امان كمل انقطع نسل اليسار. اليسار عقر، يسار الأطلال قفا نبكي ذكرى يساري ومنزلي، هذا هو يسار الأطلال اللي انتهى طارق. وعلى حمل أمامي أن يتقاعد ونتمنى له تقاعد هنيه. مش فقط لا تاريخية متاع واحد حتى اسمه الرواية المغروم بها ما قرهيش اللي فما أسباب عميقة فما أسباب عميقة للتمظهرات السياسية. اليسار بلاستو واضحة لأنه فما حاجة اجتماعية عباله بقعة الاتحاد مش على روح اليسار عباله بقعة الاتحاد. بون ويكاند شكيب طارق خليل، مرسي بوكو، خليكم مع الأخبار ونرجعوا نستقبل ضيفنا ناجي جلول الوزير السابق ومؤسس حزب الائتلاف الوطني.